محمود لبيب هو أشهر حلاق في مصر، هو أيضا حلاق الرؤساء، حلق للرئيس السادات وحلق لحسني مبارك. في فترة من الفترات حسني مبارك أبعده، وكان سبب الإبعاد شخصية مؤذية في الرئاسة، قالت له يا فندم إيدين محمود لبيب بتترعش، فخاف مبارك إنه المقص يجي في دماغه فأبعد محمود لبيب. لكن بعد فترة من الوقت كان بيكلم أحد رجاله، أحد رجال السكرتارية، وقال له أنت فين؟ قال له أنا عندي محمود لبيب. قال له بتعمل إيه؟ قال له بحلق. قال له مين بيحلالك؟ قال له محمود لبيب. قال له الله، ايديه مش بترعش؟ قال له يا فندم الكلام ده مش مظبوط. فعاد محمود لبيب مرة أخرى. الرجل المؤذي هو الدكتور زكريا عزبي طبعا. سكرتير الرجل الذي أعاد محمود لبيب هو أبو الوفا رشوان. بجانب أبو الوفا رشوان كان هناك شخص آخر يعمل في السكرتارية، هو جمال عبد العزيز. سكرتير الرئيس شخصية مهمة جدا، وبيطلق عليه السكرتير الخاص. هو عليه مسؤوليات محددة، واحد بيجيب البوستة من الديوان ومن جهات المختلفة ويعرضها على الرئيس، ثم يعود بالتأشيرات إلى الجهات المختلفة. أيضا عليه أن ينسق مع الجهات الأمنية المختلفة لتحركات الرئيس ولسفرياته، وبيدير بقية الشؤون زي أنه يبلغ السواقين ويبلغ الفنيين ويبلغ الطاقم الإداري في أي تحرك من تحركات الرئيس. عندنا في الرئاسة أربع أوجهات مهمتها حماية الرئيس: الحرس الجمهوري، وده بيجي في المقدمة، ثم شرطة رئاسة الجمهورية، ويضاف إليهم الحراسة المخابرات، ثم الأهم أيضا هناك في 6 إلى 8 خبراء في المفرقعات، هم اللي إذا في ضيف داخل بيفتشوه، عربية داخلة بيفحصوها، أي مكان بيجري تنظيفه من توقعات أي انفجار. الأمن هو الحقيقة حاجة مهمة جدا بالنسبة لمبارك، هو راجل طلع من قلب المنصة في حادث اغتيال السادات، وخرج زاحفا على بطنه في المنصة، وجاله 2 من رجال المخابرات في ذلك الوقت اللي كانوا موجودين في العرض العسكري، وقلعوه الجاكيتة العسكرية خوفا من أن يكون ما حدث هو انقلاب عسكري، ولبس جاكيتة أحد ضباط المخابرات ووصل إلى مستشفى المعادي حيث كان يرقد السادات بلا حراك. هاجس الأمن ده كان فيه حكايات لطيفة جدا، يعني مرة احنا مسافرين مع مبارك إلى سوريا وراكبين من القاعة الشرفية، فأول ما دخل على الطيارة قال تفتكروا احنا رايحين على فين؟ فقلنا له يا فندم رايحين على سوريا. قال عرفته ازاي؟ قال يا فندم السفير السوري كان قاعد. قال طب المرة الجاية بقى هجيب السفير السعودي واروح على دمشق. أكتر من محاولة حياة جرت لاغتيال مبارك، يعني مرة في الأديسة بابا والمحاولة المعروفة، ولكن أيضا كانت هناك محاولة في تلغيم ممر مطار سيدي براني بالمفرقعات، وكانت هناك محاولات كثيرة في طريق العروبة، ومن ثم يمكن كانت المنطقة التي يسكن ويدير فيها مبارك الحياة في مصر كانت كلها منطقة مؤمنة، ممنوع عمارات ترتفع، ممنوع طيارات تنزل عند حد معين، ممنوع ممنوع ممنوع، لأنه الرئيس الذي خرج من المنصة كان عنده هاجس الخوف أو الاغتيال. كل هذه التعليمات كانت بتصب بشكل أو بآخر في سكرتارية الرئيس، وكان باستمرار التعليمات الأمنية الصارمة، لأنه كان أهم ملف يمكن محطوط على مكتب الرئيس هو ملف التنسيق الأمني بين أجهزة الأمن المختلفة. ده كان أول ملف يقرأه مبارك كل صباح. آخر ملف كان يقرأه مبارك كل صباح أو كان يمكن مهتم به خالص هو كان ملف الذي يأتي من الرقابة الإدارية، أو الملفات التي تأتي من بقية الأجهزة الرقابية زي الجهاز المركزي للمحاسبات وزي مباحث الأموال العامة، آخر حاجة كان يقرأها الرئيس، لأنه كان فقط يهتم بحياته الشخصية وبأمنه الشخصي. على أن من أهم الأماكن ومن أهم الإدارات اللي موجودة في رئاسة الجمهورية، وهي باستمرار هناك اتصال بينها وبين السكرتير الخاص، هي منطقة مكتب المساعدات الفنية.
مكتب المساعدات الفنية هو المكتب المتخصص في أنه يشتري كافة أجهزة الخاصة برئاسة الجمهورية. أي جهاز يدخل رئاسة الجمهورية بيتم عن طريق مكتب المساعدات الفنية، وهو المكتب الوحيد اللي كان له حسابات في الخارج، حسابات خارجية. ومن ثم يمكن بعض رجال مبارك اللي يعني اللي نقدر نصفهم بالفساد كانوا بيستغلوا هذا المكتب في ان هم يستفيدوا في تهريب الاموال. فلو عندي جهاز ثمنه مثلا 10 مليون دولار كان بيتحط 20 مليون دولار، 10 للجهاز و10 تهرب للخارج. دول الناس اللي رتبوا اوضاعهم في انتظار اليوم اللي هم موجودين فيه الان. كلهم كانوا تلاميذ بالاشاره اللي ذكرت، ولا كان يملك اي واحد يكلم شيء مش متفق معاه مع زكريا للرئيس قبل ما يتفق مع زكريا، وده اللي خلاهم مستمرين. جمال عبد العزيز انسان خريج تربيه رياضيه، وكان يشتغل معاه في القوات الجويه، وبعدين يشتغل في سفارتنا في الكويت، وكان مبارك سافر الكويت فجابه على طول في السكرتاريه معاه. وبعدين جمال ميال يعني للمجاملة، يجامل ويتجامل، غير أبو وهاب خالص. أبو وهاب ما كانش يجامل أبدا وكان يقول الصح. جمال عبد العزيز كان يجامل ويتجامل. وأول مجاملة عملوها، ودي برضو ما حدش يعرفها أعتقد، إن عديله الله يرحمه الدكتور حسن الزاهد عملوا القاهرة التخصصي، وكان معاهم بهجت، وادوا نصيب صغير كده لحسني مبارك وهو نائب رئيس جمهورية في القاهرة التخصصي. أبو الوفا يعني اللي أنا سمعته غير المنشور، المنشور إن هو عمل تشجيع لمرشح إخواني في المحلة وطنطا. ما أعتقدش أبو الوفا بالسذاجة إنه يعمل دي، لا هو تدخل في مجلس إدارة شركة معينة شاله وحط مكانه بدون علم حسني مبارك، فدي اللي شالته وراجع وحطته في الفريزر في عبدين. الوفا رشوان راجل صعيدي شهم، أبوه كان عمدة في بلد اسمها الكفيفات بتتبع مركز أبو طشت في الصعيد، كان عمدة من سنة 1925 بقرار من الملك. اتخرج أبو الوفا رشوان من الكلية الحربية سنة 71، وكانت خدمته في كوبري الفردان عند الإسماعيلية. فضل من 71 لغاية ما حصلت حرب 73، وكان هو في وقت دون في الدفرسوار، و قدر يعمل حاجة غريبة جدا. كان معدي سعد الشاذلي رئيس الأركان في ذلك الوقت، فوقفه بعربيته وقال له أقف بإصرار شديد جدا، وكاد أن يطلق عليه النار. فوقف سعد الشاذلي وحيى هذا الضابط، وما جرى من بطولات له في الصغرى أدت بيه أن سعد الشاذلي اقترح أن يحصل على نجمة الشرف أو وسام الشرف العسكري. لكن بسبب المشاكل التي جرت فيما بعد بين السادات وسعد الشاذلي، كل القايمة اللي حطها عشان تاخد الأوسمة رفضت من السادات. لكن جرت تقدير لأبو الوفا رشوان بأنه في جواب منفرد لوحده قالوا له أنت هتروح الحرس الجمهوري. كان من الطبيعي جدا أنه ينتقل من الحرس الجمهوري، لأن أصبح في حراسة الرئيس الجديد اللي هو كان نائب هو حسني مبارك. فضل موجود معاه وانتقل من حراسته بعد ذلك إلى السكرتارية، سكرتير مساعد، ثم أصبح بعد كده عنده وكيل وزارة في رئاسة الجمهورية، ثم قعد يوصل إلى ما وصل إلى مساعد سكرتير. وأنا هنا بقول التفاصيل عشان نعرف الهيكل اللي كان بيتم إزاي في الرئاسة. وصل مساعد سكرتير في 1989، وبعد 10 سنين أصبح في سكرتير لخاص، يعني درجة عالية جدا. أنا عرفته لما أغمي على مبارك في مجلس الشعب، كنا في رمضان، وقيل أن الرئيس يعني ما كانش كان صايم وما كانش عنده سكريات وكان عنده حالة من الإغماء. نط أبو الوفا رشوان من وسط الصالة، من وسط القاعة، إلى أنه أمسك بالرئيس حتى لا يقع. طبعا كان شكلها وحش أن رئيس الجمهورية يقع أو ينهار، فهو الحقيقة قدم له خدمة في صورة يعني كان يجب الحفاظ عليها. كان أبو الوفا رشوان في الحقيقة هو الوسيط الاتصالات اللي بيني وبين مبارك. في الأول كان دكتور مصطفى الفقي، وبعد دكتور مصطفى الفقي ما ساب الرئاسة على التوازي كان الدكتور أسامة الباز، ثم أصبح أبو الوفا رشوان.
أي حاجة كان يطلبها مبارك أو يسأل عنها مبارك كانت تأتي عبر أبو الوفا رشوان. ومن ثم قدرت نتيجة اتصالات واقتراب شخصي من رجل أن أشعر أن أرى أنه له معدن رجل صعيدي شهم، لكن كان من الضروري أن يجري التخلص منه. ليه كان يجري التخلص منه خاصة في الفترة الأخيرة؟ أنا أشهد أنه في فترة مبكرة وقبل خروج مبارك من الحكم كان يتحدث بشكل واضح معي عن أن جمال مبارك لا يصلح، وكان بيقول هذا الكلام بشكل طبعا في موائمات وفي ملائمة للرئيس مبارك. يا فندم الظرف لا يسمح، يا فندم الظروف صعبة جدا، يا فندم محتاج إلى وقت أكتر، محتاج إلى كذا، محتاج إلى كذا. طبعا جماعة التوريث اللي كانت موجودة واللي كان بيديرها زكريا عزمي اعتبرت أن دي فرصتها للانقضاض على الرجل وللإطاحة بيه. جاء بعد ذلك الضربة القاسمة أن الرجل جوز بنته لناسب عيلة من الأطباء من الجامعة، وقالوا له يا فندم الراجل ده في الفرح عزم كل الشخصيات الكبيرة، المشير طنطاوي وعمر سليمان وجمال مبارك والنائب العام، كل الشخصيات الكبيرة كانت في فرح بنته. لكن يا فندم كل ده يغفر له، لكن لا يغفر له أنه جاب عزم بعض الشخصيات المعارضة من رؤساء التحرير. ده يا فندم لا يجوز. كانوا بيعتبروا أنه حتى التعامل مع المعارضة هو تعامل يحتكروه بأنفسهم، هم اللي بيحددوا مين يتعامل ومين لا يتعامل. يعني باستمرار كانت هناك محاولة حصار للانقضاض على أبو الوفا رشوان. فجأة بدون مقدمات ودون أي شيء ودون اعتبارات بعد 30 سنة من الخدمة مع مبارك، جه يوم 19/11/2010. في اليوم ده كان احنا على وشك ان احنا ندخل في العيد، فطلع القرار الجمهوري رقم 253 بتاريخ 20/11/2010، قال له ينقل ابو الوفا رشوان من منصب سكرتير الى منصب وظيفة اخرى في رئاسة الجمهورية. ده معناه انه الرجل انتقل من أعلى درجات السلطة إلى مخزن من مخازن أسرع الدين، والأخطر من ذلك أن كثيرا من دخله قد اختفى، والأسوأ من ذلك أنه وضع في موقف يعني شديد الحرج وسط عيلته وبناته وأحفاده. ولكن الحقيقة يمكن لأن الراجل ده فعلا بني آدم كويس وكان بيحب مبارك حقيقة، واعتقد انه لا يزال بيحب مبارك لانه كده، الحقيقه ان جرى انقاذ الرجل بالاقاله، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. في الوقت اللي خرج فيه في نهايه العام الماضي كانت مصر حبلى بالغضب والتمرد والثوره، ومن ثم عندما وقعت الثوره كان ابو الوفا رشوان خارج نطاق الحكم، وربما ذلك أنقذه من أمور كثيرة. أبو الوفا كان شخصية اللي هو الصعيدي اللي هو ما عندوش خطين، هو خط واحد، عرف الموضوع كذا يقوم بكل بساطة يجرح دابي بالكلام. جمال عبد العزيز كان بيخشى ويعني خاف جدا من أي واحد يقترب من الأسرة. كان جاب لي فاتورة ب1,218,000 وبيقول لي صرفها من مصاريف الرئيس. ما خدتش بالي ان ابو الوفا موجود، فانا بقول له ايه الحاجات دي، فكان من ضمنها فاستين رخام ايطالي الفازه ب50,000. فانا وقت براجع معاك كلام الهانم دخلت، فقمت رايح لها بعد اذن سيادتك في فاتوره جايه لي بتقول كذا كذا كذا، وبيقولوا ان سيادتك خدت الحاجات دي انا ما شفتهاش. قالت لي ولا انا ولا شفتها ولا حد قال لي حاجه ولا الكلام ده ولا. طبعا وجهت كلام مش كويس لجمال، قلت له جمال اللي جايب لي فاتورة. مفيش دقيقتين لقيت الرئيس بيكلمني الفاتورة 1,218,000 ما تصرفش اللي قدمها لك جمال. طبعا عرفت بعد كده ان ابو الوفا هو اللي راح بلغ الرئيس. طبعا ما عمرش يعني كالعادة اكيد عملوا له مشكلة ونجحوا في اقناع الرئيس بانه يتخلص منه.
جمال عبد العزيز هو أقرب شخص لزكريا عزمي. بين جمال عبد العزيز وزكريا عزمي كان في تحالف مستمر، وكان في علاقات، وكان في صحوبية وسهرات. زكريا عزمي كان باستمرار يمكن الوحيد الذي آمن له هو سكرتير الرئيس الآخر جمال عبد العزيز. أنا كنت بشوفهم دايما في الرحلات الخارجية، هما الاثنين دايما ماشيين مع بعض، بيعملوا مشتروات مع بعض، حتى عندما كانوا بياخدوا أجنحة متطرفة بعيدة شوية، وكانوا باستمرار هما الأجنحة قريبة من بعض. كان الاثنين وظيفتهم إن هما ينقلوا لمبارك كل النميمة وكل النكت اللي بيسمعوها، وكان مبارك لما بيشوف أي بني آدم بيبقى عارف يقول له أنت عملت إيه، وأنت مين كسب إيه، ومين عمل إيه، ومين صاحب مين، ومين ساب مين. يعني كان بيبدو مبارك للناس وكأنه يعلم كل شيء، حتى الأمور الشخصية اللي هي ما يعرفهاش حد تاني، وده كان بيديله إحساس بالمتعة، وكان بيدي للآخرين إحساس بأنه الرئيس يعلم كل شيء عنهم. في الحقيقة ما كانش يعلم ولا حاجة عن أي حد. جمال عبد العزيز تخرج بالتربية الرياضية، ويمكن ميل مبارك إلى رياضة المشي وإلى السكواش كانت أحد أسباب التقارب بينهم هما الاثنين. عرفوا من المراكز الرياضية في القوات المسلحة وعينوا معاه سكرتير وهو قائد أركان القوات الجوية، عينوا معاه وأصبح قريبا منه منذ ذلك الوقت. ثم سافر جمال عبد العزيز إلى الكويت ليعين هناك في أحد المكاتب التابعة للقوات المسلحة، وأعتقد أنه هناك التقى بزوجته السيدة ماجدة البنداري واتجوزوا في ذلك الوقت. بعد ما رجع تدرج في نفس المناصب اللي احنا قلناها، سكرتير مساعد، ثم وكيل وزارة، ثم سكرتير خاص. بعد ما خرج معاش أصبح يعني كأنه يعني هيفقده أهم موهبة أو أهم كفاءة في رئاسة الجمهورية، فاخترعوا له منصب اسمه رئيس السكرتارية. هذا المنصب لا وجود له في رئاسة الجمهورية. هو زي ما أنا قلت أنه تزوج من السيدة ماجدة البنداري. هنا يجب أن نتوقف طويلا، حاجة يمكن مستنا كلنا. فجأة لقينا في هوجة اسمها هوجة شركات الزبالة وشركات النظافة يعني. والحقيقة أنا في رأيي أن كانت يمكن اسم شركات الزبالة يمكن أوقع من اسم شركات النظافة. قالوا لنا هتدفعوا على فاتورة الكهرباء، وفي نفس الوقت ما لقيناش الخدمة المساوية لما دفعناه، ولما الناس بطلت تدفع راحوا داخلين مجلس الشعب بقانون وفرضوا علينا أن ندفع بقانون. السيدة ماجدة البداري كانت تملك مكتب للتوكيلات التجارية، منهم أيضا شركة من شركات النظافة. مش بس كده، احنا أيضا شفنا أشرف فريدي، ده جوز بنت جمال عبد العزيز. يعني يبدو أن الإعلام ملطشة والإعلانات ملطشة والميديا ملطشة، اللي مالوش شغلانة يقولك نعمل وكالة إعلان، واللي ملوش موهبة يقولك نعمل شركة إنتاج مسلسلات وبتاع. وفي كل الأحوال الاعتماد أساساً على علاقتهم بمسبيرو وعلاقتهم بالمسؤولين بمسبيرو. ما أعتقدش أن أنس الفيه كان من الممكن أن هو يقول لأشرف فريدي أنت بتعمل إيه، بل بالعكس أعطاله يعني حفلات التلفزيون، مهرجان التلفزيون بالأمر المباشر، وتكلفت ملايين عشرات الملايين أو يعني يمكن أكثر من 10 مليون جنيه. أيضا أعطاله فرص كبيرة جدا من خلال أحد شركائه وهو عمرو عفيفي، إن هم يشتروا مسلسلات ويعملوا برامج ويخشوا يبرطعوا زي ما هم عايزين. وكمان مش بس كده، كمان أيضا هو اللي كان تولى الحفلات اللي اتعملت في مهرجان أو معرفش بيسموه معرض الطيران اللي كان بتعمله وزارة الطيران كل سنة في شرم الشيخ. كان بالليل في احتفالات وفي مطربين وفي أكل وفي حاجات كتيرة جدا، في حفلات كان بيتولى هذه الحفلات أيضا بطريقة ودية وعشان يكسب أشرف فريدي جوز بنت جمال عبد العزيز. هو طبعا رجل لطيف جدا، يعني ودود جدا، يمكن يصلح يكون ممثل سينما. الأهم من ذلك يعني أنه يعني لا يميل إلى أنه يصطدم بأحد، وكان باستمرار مستعد أن يكون لطيفا جدا ودودا جدا حتى لا أحد يكشف سره
أو يعلن ما يعرفه عنه.